اولا حنايا بالنسبه للتجار، تجار هما راكين اصناف ديال التجار، كاين تجار اللي بالفعل انهم خدامين خلي هذا تاع المواد الاستهلاكيه ما تندوش ديال المواد الاستهلاكيه وسميتو، كاينين تجار بالفعل انهم اليوم كلاو العصاب المعقول، اللي هما التجار ديال الملابس ديال الاحذيه الصناع التقليديين، هاد الناس هادو راه كلاو العصاب في هذه المساله هذه، لانه اليوم لا خصنا نمشيو غير مثلا التجار ديال الملابس والاحذيه وديال الملابس ديال الصناعه التقليديه، الملابس ديال الصناعه التقليديه عندهم واحد 70% ديال المنتوج ديالهم تبيعوه في هذا البيريود ديال رمضان رمضان والعيد صح، وتتبقى واحد 30% تتفرق ما بين عيد الميلود لانه تا هو ديك الذكرى الناس ياخذوا فيها بعض المواد، وتيبقاو في الفتره ديال الصيف اللي تيكونوا فيها المغاربه المقيمين بالخارج يجيو، لا بريبار ديالهم تياخذ المنتوج ديال الصناعه التقليديه، اما تديه كادو اما تيلبسو اما هذا. اليوم حنا هاد الناس في رمضان ما خدموش، ما غاداش تكون يعني المغاربه ما يدخلوش ديال الخارج، اذا هاد الناس هادو اليوم غادي يعيشوا واحد الازمه، ماشي ازمه ديال غدا تحيد الجائحه غادي يخدموا، غدا غتحيد الجائحه غادي يلقى عنده ديون متراكمه، لانه تيبدا يبريباري لهاد لا بيريود من اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي هو تيخدم وتيدير دي كوموند وهذا وتياخذ ومدخل السلعه السلعه ديالو، هذه المسائل داخله وهذو الديون كلها في بازي باش يخلصها من في المبيعات اللي تيبيع هو في هذه البيريود هذه ديال رمضان. اذا هذا السيد غادي يدخل غادي يلقى ازمات امامه، ازمات كبيره. المساله الثانيه ديال الملابس وديال الاحذيه تا هما هذه هما لا بيريود اللي عندهم ما خدموش، اذا هذا النوع ديال التجار اليوم راه عندهم ازمات حقيقيه اللي غادي يعيشوها. اكثر من ذلك ان المنتوج عندهم داخل وما خارج، من غادي نقولوا عندهم المنتوج يعني حتى الناس اللي تخدموا معاهم خصوصا الصناع التقليديين اللي هما عندهم تهما تيخدموا بهاد المسائل تهما غادي يتازموا، نتعلموا نسميوهم حنا نتعلموا ديال الصناعه التقليديه تهما غادي يكونوا ازمه حقيقيه اللي غادي يعيشوها، وهاد الناس عارفينهم حنا بانهم تيتمركزوا في واحد المجموعه ديال المدن اللي بالفعل هما لا باز ديالهم هما المدن الكبرى، غناخذوا بزو غناخذوا وزان غناخذوا واحد المجموعه ديال المناطق الدكاله، هادو كلهم صناع تقليديين اللي تيخدموا جلابه تيخدموا واحد المجموعه ديال الحوايج مرتبطين بهاد الناس هادو، بغض النظر على الناس ديال المناطق الجبليه مرتبطين بفاس، وبالتالي ان هذه العمليه هذه غتخلي واحد الواقع خايب. اليوم كيف كان ذاك المصيبه الكحله ديال القانون ديال الاكمام، اليوم تيجي السيد الوزير تيفيق من الناس وتيجي تيقول لك انا غادي نفرض 450 درهم على الصناع التقليديين وعلى التجار اللي يخلصوها ديال التغطيه الصحيه، واش هاد الناس غادي باقيين ملاقين ما ياكلوا وتجي تفرض عليهم 450 درهم ديال التغطيه الصحيه؟ باغي يخرجها دابا، هذه ماشي الحماق، هذا راه الحماق بعيني. اليوم حنا تنشوفوا ما بعد جائحه كورونا كيفاش ندعموا هاد الناس، كيفاش نقلبوا باش نحلوا عليهم المشاكل، كيفاش نخفوا لهم المسائل ديالهم، ماشي نبداو نجيبوا لهم برامج منطقيه ومعقوله، من غادي ندير انا ضمان اكسجين باش نجيبوا نعموا هكاك، خصني ندير ضمان اكسجين ديال الصانع التقليدي بوحدو ديال التاجر بوحدو ديال المقاول المتوسط بوحدو وديال الصغير بوحدو ديال الجد الصغير بوحدو، ماشي تنبدا نجيب داك الشيء ونبدا نفصلو ونحطو. اليوم هذا الشيء راه تيخلق مشاكل، الابناك خصها اليوم انه الدوله باش تمشي تبدا تقلب على هذه القوانين اللي غتقل الكاهل ديال التاجر، تقلب كيفاش تفرق الابناك انهم يتعاملوا بوطنيه مع هذه المسائل، الابناك راه سنوات وما تربحوا، اذا شفت واحد السنه اللي دعموا فيها الاقتصاد الوطني ما كاين فيها باس. اذا هذه المسائل كلها باش تشدوا حنا اليوم نفكروا الى هذا الابناك ما بغاتش تنخرط، كيفاش الدوله انه قدمنا حنا كاتحاد العام مقترح في هذا الاطار هذا، كيفاش نفكروا في خلق واحد المؤسسه بنكيه عموميه اللي بالفعل انها تساعد هذه المقاولات في انها تساهم في التنميه المستقبليه ديال البلاد. راه اليوم راه قطاعات متعدده سي يوسف غتاكل العصا وما عندهاش كيفاش تخدم. نعم والدوله ما كايناش ناعسه في سبات تنجيو في العشيه نقولوا هالحالات ايه، ولكن في عطوني شي تصور ما بعد جائحه. راه اليوم القطاعات خصها تدوي وزاره السياحه خصها تنوض تعطينا شنو هو تصورها، لان عندها السياحه وعندها الصناعه التقليديه وبجوجهم في وضع كارثي، في وضع كارثي. راه اليوم راه البارح كانت انا اللي شاركت واحد المناظره داروها الفيدراليه ديال النقد السياحي، راه اليوم الا ما خصنا لابد يكون واحد النوع ديال التصالح مع السياحه الداخليه،
خص يكون واحد النوع من التصالح، وهذا برامج ما تسناوش من المهني اللي غادي يجيوها على الاقل الارضيه تكون من عند الدوله. راه الدوله كانت دائما تجيب لنا برامج، وهذوك البرامج لازم نطوروها اليوم، كنوز بلادي لازم نطوروها. إيه كاين مشكل في المهني، وقلناها لهم حنا البارح، حنا كنقابه ديال المهنيين قلناها لهم، قلنا لهم انتوما راه الخطا فيكم، راه ما يمكنش لي انا تمشي لبرشلونه وتلقى عروض ديال المغرب 200 اورو 300 اورو فنادق في هذا فيها 10 ايام، ونجي انا للمغرب نمشي لهذاك الفندق نلقاك مدير لي 300 اورو بكيفالون 300 اورو في الليله. اجي سيدي دير واحد الثمن منطقي ومعقول، واجي دير دي زوفر انترن ناسيونال باش تصالح المغاربه مع السياحه الداخليه. تيار حنا تلقاو مغاربه تيعرفوا الشوارع والازقه ديال باريس وديال برشلونه وديال نيويورك وديال فيليديفيا ومع تفيل، ولكن ما تيعرفش فين تيشكا فين كاينه، ما تيعرفش الفالي ديال باغاديس فين كاينه، ما تيعرفش مرزوقه فين كاينه. اذا هنا اليوم الدوله خصها انها دير التجاره غادي ياكلوا العصا، السياحه القطاع السياحي غادي ياكل العصا بواحد الشكل كبير. هادشي راه تنقول لك غدا رفعنا الحج، واضح هذا الحجر رفعناه غدا نرفعوه، كاين قطاعات غترجع غتشتغل ما غتبقاش عندها اشكال، ولكن قطاعات اخرى غادي يكون عندها اشكال، ولكن الخطير في الامر كامل اللي غادي يخدم ولا ما غاديش يخدم في القدره الشرعيه ديال المواطن اللي غتطيح في الارض. اللي اليوم تعطيه اوفر باش ما عطيتيه ريفين وباش غيمشي يديروا معاك. اذا خاصنا بدا يكونوا تصورات حقيقيه. اليوم تنجيو تلقاو الناس كان استغلت هذا الحجر الصحي وبركات تطبخ في القوانين وبغات تخرج فيه، ماشي منطقي ماشي معقول. يمشيو يجيبوا مؤسسات ديال الغرف ويبيعوا عليهم هذا الشيء. هذا الشيء ما الله يحفظ لنا وهاد الناس هادو تيقلبوا على شي احتقار من بعد الحجر الصحي. بالعكس خصنا حنا نكونوا من بعد الحجر كيفاش نفكروا جميع بناء الاقتصاد الوطني. راه اليوم كاين تحول، غادي يكون تحول اقتصادي على المستوى العالمي. إذا ما كناش بالفعل أننا تنخمو وتنفكرو وتنشوفو كيفاش أننا نستغلو الظروف المستقبلية باش نقوي الاقتصاد الوطني، راه حنا غادي نكونو غير تنزيدو نضعفو فيه أكثر ما هو ضعيف.